أهلا ومرحبا بكم متابعي ومحبي طيور المغرب. في هذا الفيديو سنتطرق إلى مرض شائع عند أسماك الأحواض المنزلية أو أسماك الزينة، ألا وهو مرض النقط البيضاء، والذي يصطلح عليه بالإنجليزية white spot. يعاني العديد من المربين من هذا المرض الذي قد يصيب جميع أنواع السمك، وهو أشهر أمراض السمك على الإطلاق، وهو عبارة عن طفيليات تلتصق بالسمك وتتغذى على طبقات جلدها الذي تتساقط وتنتشر في الحوض مع طفيليات وتبحث عن عائل جديد لتعديه. أولا سنتعرف على كيفية تشخيص المرض ومعرفة أسماكنا مصابة بالمرض أم لا. نتمكن من تحديد المرض من خلال ملاحظة جلد وزعانف السمك، فإن كان بها نقط بيضاء صغيرة أو زعانفها بها بياض نعرف أن السمك مصابة بالمرض. وتميل السمكة في هذه الحالة إلى حك جسمها في الصخور وباقي مستلزمات الحوض، وتكون حركة السمكة ضعيفة وزعانفها مرخية، وهو قاتل بطيء للسمك. هذا المرض كما ذكرنا هو قاتل بطيء، أي يمكن أن تبقى السمكة حية لعدة أيام أو أسابيع. تتطور الحالة من نقط بيضاء إلى تسلخات على مستوى الجلد والزعانف. ثانيا طريقة العلاج في حالة الإصابة. هذا المرض ينتشر بسرعة، حيث هناك بعض الهواة ينصحون بعزل السمكة المصابة ظاهريا، لكن في الغالب تكون باقي الأسماك قد أصيبت هي الأخرى بالعدوى، لكن ما تزال في مراحل مبكرة ولن تظهر إن قمنا بعلاج الأسماك المصابة فقط. فسينتشر المرض مرة أخرى من خلال باقي الأسماك التي لم يظهر عليها المرض بعد. إذا أفضل العلاج الجماعي لكل أسماك الحوض من خلال الطريقة التالية: أولا نقوم بتفريغ ربع الحوض من الماء، ثم نرفع درجة حرارة الحوض إلى 30 درجة مئوية، والهدف من رفع درجة حرارة الحوض هو جعل تلك الفطريات تتفرق عن جلد السمكة، وبعدها نقوم بالقضاء عليها، حيث نراقب الحرارة عبر محرار الحوض. عندما تصل الحرارة ما بين 28 و 30 درجة نقوم بإضافة الملح الخاص بالأسماك حسب طريقة الاستعمال الخاصة بالمنتج لدي. في عدد اللترات مثلا أنا لدي مثل هذه الأقراص، أضيف قرص لكل 10 لترات من الماء، وهناك نوع آخر من الملح على شكل مصحف، ونضيف أيضا الدواء الأزرق وهو أزرق الميثيلين، أو نقول له بالإنجليزية بلو ميثيلين، والذي يقضي على هذه الطفيليات وعديد البكتيريا المنتشرة في الحوض. بعد إضافة الملح وأزرق الميثيلين ننتظر حوالي ساعة ونصف إلى أو ساعتين من الزمن، ونقوم بتفريغ نصف ماء الحوض ونعوضه بماء جديد، ونضيف له أيضا الملح وأزرق الميثيلين، ونعيد الكرة بعد 48 ساعة ونراقب الحوض عن كثب، وإن تبين أنه ما تزال بعض أسماك مصابة نعيد الكرة حتى نتخلص منها نهائيا. بالنسبة للماء الجديد الذي نضيفه إلى الحوض يستحسن أن نملأه في دلو كبير ويغطى لمدة 12 ساعة على الأقل قبل استعماله، لنتخلص من مادة الكلور التي تؤذي السمك. وأخيرا وليس آخرا، كيفية الوقاية من هذا المرض. للوقاية من هذا المرض ونتجنب كل هذا العناء، يكفي أن نتوفر على حوض صغير بمثابة حوض الحجر الصحي، أي عندما نأتي بأسماك جديدة نضعه هناك حتى نتأكد أنها سليمة وليس بها أي مرض وتسبح بشكل سليم وليس بها أي خلل في حركاتها وفي تصرفاتها، وتكون مدة الحجر الصحي ما بين 3 أيام إلى أسبوع. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أفادكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم في درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء. أعزائي مشاهدي هذا الفيديو ومتتبعي قناة طيور المغرب، المرجو الاشتراك بالقناة، وإن أعجبكم الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب، ولتوصل بجديد القناة المرجو الضغط على زر الجرس وتفعيل الإشعارات. كما يمكن متابعتنا على الفيسبوك وعلى مدونتنا، ستجدون الروابط في وصف الفيديو. شكرا لكم.